السيد الوزير فيما يتصل بمدير سكر مؤسسة تربوية، سكر معهد، ومنع التلاميذ من الدراسة ومنع الأساتذة من التدريس. من هذه الناحية هناك عشرات إذا كان مش مئات من المدارس قد وقع إغلاقه، ويقع إغلاقه بحجة الإضراب. وإلى حد الآن الكثير من المديرين لم يقدموا حتى إحصائيات على المضربين وغيرها. أعتقد هذه المسألة مرتبطة بالوضع العام في البلاد وبالوضع السياسي في البلاد. الرسالة التي أوجهها للسادة المديرين وللسادة المدرسين وللسادة المندوبين ولكل من يتولى معناها خطة إدارية في الدولة هو أن من مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على هذه الدولة وأن نبسط سلطانها. وغدا لا قدر الله إذا تفككت الدولة، وهكذا الدول تبدأ في التفكك بأن يقع إضعاف الدولة ثم تعطيل مؤسساتها ثم تتحول إلى مقاطعات ثم إلى أن تنتهي إلى مجموعات، يعني كل يحكم حسب شرعه. إذا كنا فعلا نريد أن نحافظ على الدولة ونحميها لابد أن نبسط سلطان الدولة، وعلى المديرين أن يبسطوا سلطان الدولة في مؤسساتهم. وأنا من الذين يتبنون تجاه هو من المسؤول الضعيف لا مكان له في الإدارة. الإدارة لا تحتمل إلا مسؤولين أقوياء قادرين على تنفيذ القانون وبسط نفوذ الدولة وبسط سلطانها، ولكن في نفس الوقت العدل والإنصاف. يجب أن يمارسوا العدل بين الناس وأن لا يمارسوا أي ظلم ضد أي أحد، وأن يتعاملوا مع الناس سواسية معناها كمواطنين لهم حقوق، ولا يعايرونهم أو يتعاملون معهم على أساس انتماءات لا سياسية ولا نقابية ولا جهوية ولا بأي شكل من أشكال المحاباة. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الوعي فإنه بالإمكان أن نحافظ على الدولة وأن نصلح هذه الدولة وأن نصلح المنظومة التربوية. ولكن كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ربما في ظل وضع عام في السابق لم تتخذ إجراءات تجاه تعطيل المرفق العام للدولة، لكن أنا شخصيا أقول إذا استمريت في هذا المكان وإن كنت الآن مستقيل، ولكن إذا سمح لي التاريخ بأن أكون مرة أخرى في هذا المكان فلن أتسامح، ولا في أي مكان آخر من المراكز القيادية للدولة لن أتسامح في أي تسيب ولا أي ترهل ولا أي تجاوز للقانون. والقانون هو الفيصل، والقانون يعلو فوق الجميع ويجب على الجميع أن يطبقه. وفي المؤسسة التربوية نحن نعتبر أنفسنا ضمير المجتمع، ونعتبر أنفسنا الأكثر وعي، ونعتبر أنفسنا من يلقن الناشئة المعارف والعلوم. وجب علينا أن نلقن أنفسنا أولا أن نحترم القانون وأن نحافظ عن الدولة على الدولة وأن نحميها وأن نوفر أسباب استمراريتها، لأن في استمرارية الدولة هي استمراريتنا جميعا. إذا انهارت الدولة فغدا أبسط المرافق لن نجدها، وأبسط الأشياء أننا سنجد أنفسنا أيتام تجاه أبنائنا لا نستطيع أن نوفر لهم حاجياتهم اليومية، وستتوقف يعني أجورنا وإلى آخره. هذا لماذا هنا بالنسبة إلى هذا المرفق العمومي الذي هو أعلى مرفق يتسمى على مستوى البنية الاجتماعية وهو التعليم، التعليم العمومي، هذا المرفق العمومي هنا نجده اليوم مهدد. ومن بين العوامل المهددة لمثل هذا المرفق العمومي أستطيع أن أذكرها حسب وجهة نظر بعض الآراء الداخلة في إطار العملية التربوية والعملية البيداغوجية وغيرها، الزمن المدرسي، البرامج والارتباك الموجود فيها، ثم التعليم الخاص. لا، هو قبل ما نمشي للزمن المدرسي والإصلاح التعليم وغيره، من الأشياء المهمة اللي يمكن أن الكثير من الناس لا يعرفونها في هذه الفترة الوجيزة التي قمنا بها في هذه الفترة الوجيزة. عندما جئت إلى وزارة التربية وجدت تفقدية إدارية ومالية تشتغل بمعناها بحجم تقريبا 20% من حدود صلاحيتها، ووجدت أن هذه التفقدية لم تقم بالشيء الكبير في المتابعة والإصلاح وفي يعني إنصاف الناس. أنا ما قمت به صحبة فريق العمل معي هو تفعيل التفقدية الإدارية والمالية، وهذه التفقدية كانت تشتغل تقريبا بستة أو سبعة متفقدين، الآن أضيف لها أصبحت تشتغل بقرابة 20 أو 21 متفقد إداري ومالي، وطاقة استيعابها هي 26 متفقد إداري ومالي، يعني متفقد إداري ومالي في حدود كل مندوبية جهوية. ولا توجد الآن أي تجاوز أو أي شكوى مهما كان المسؤول، لا نفتح فيها بحث ولا نفتح فيها تحقيق ولا نتخذ فيها إجراءات. يبقى بالنسبة للقضايا العامة المتعلقة مثلا
بالإضرابات وبغيرها، هذا شأن نريد أن نصل فيه إلى توافق مع الطرف النقابي. نريد أن نصل إلى توافق مع الطرف النقابي لكي معناها تستطيع المؤسسة التربوية أن تقوم بدورها، ولكي يقوم بدوره المدير النقابي مثل المدير غير النقابي بدوره كاملا في حدود القانون. وبالتالي نعتقد أن في المستقبل ستكون هذه الأشياء موضوع نقاش، سواء كنت أنا موجود أو غير موجود مع الطرف النقابي، لكن على مستوى التفعيل الإداري مع التفقدية العامة والإدارية والمالية تقوم بوظيفتها كاملة. وكنا صارمين مثلا في كل مشاكل التحرش الجنسي، لا يمكن، لم نسمح بأي محاولات تحرش جنسي تجاه تلميذات سواء في الابتدائي أو في الثانوي أو في الإعدادي. كنا نفتح بحث، وأقل العقوبات التي نبدأ بها هي الإيقاف التحفظي على العمل، ثم هناك مجالس التأديب تنعقد وتنظر في العقوبات التي هذا إذا لم نقم بتحويل الملفات للقضاء مباشرة. كل قضايا التجاوزات المالية نفس الشيء، التفقدية الإدارية والمالية لا نسمح بأن تبقى هذه الملفات مغلقة ولا تفتح. لكن ثمة قرارات لم تفعل سيد لا وزير. كل القرارات تحدث هنا مثلا، ما دمت قد فتحت هذا الإطار، مثلا بالنسبة للأساتذة الذين يدرسون أكثر من 25 سنة وقد وقع الإمضاء على ذلك من طرف السيد وزير التربية وانت على رأسها والأطراف النقابية، اللي قرر 25 سنة عنده 3 ساعات تخفيض، ساعة سنة وساعتين العام الجاي. بالنسبه للاستاذ المبرزين يقريوا 12 ساعه، هذا لم يقع تفعيله. شوف الاتفاقيات التي وقعناها مع النقابات وقعناها في شهر جوان، وميزانيه الدوله المخصصه للاطار معناها يقع اعدادها قبل ذلك التاريخ باشهر، وبالتالي لم تاخذ بعين الاعتبار هذا التزايد، هذا النقص في عدد الاساتذه والمدرسين حتى بالنسبه للتعليم الاساسي. احنا اعتبرنا بالنسبه لهذه السنه ان المدرس الذي يتمتع بتخفيض في 3 ساعات بعد 25 سنه والذي يتمتع بساعتين وبساعه بعد 20 سنه هذا حقه مكفول، ولكن عندما ياخذ بعض الساعات نعتبرها ساعات اضافيه، الى ان ناخذ في عين الاعتبار في هذه الميزانيه الجديده معناها العدد المطلوب من الاساتذه والمعلمين في المستقبل لكي لا نقع في هذه. اما نعتبرها هناك تخفيض في الساعات، ولكن سنعتبر البعض لان هناك موازنات تتم بعدد من الساعات، يعني بخمس ساعات ما ياخذ خمسة ساعات خمسة ساعات خمسة ساعات، لا يمكن ان لا نستطيع جدول الاوقات لا يسمح بذلك لا يسمح بذلك. وبالتالي اخذنا بعين الاعتبار. هناك مشكله اخرى تعرضنا لها هذه السنه هو ان وكاله التعاون الفني قد انتدبت 450 استاذ للتدريس في دول الخليج. في السابق كانت حدود الاحتمال في حدود 150، الآن أضيف 300 أستاذ مثلا في مستوى إعفاءات بعض المديرين الذين قاموا بأخطاء. هناك مديرين قاموا بأخطاء في الامتحانات الوطنية يقع إعفاءهم، هناك مديرين استقالوا، هناك مديرين وقع إعفاءهم على خلفية يعني تجاوزات إدارية أو مالية أو غير ذلك. يعني كان العدد في حدود تقريبا قرابة 200 مدير. كل هذه المعطيات يعني كان لدينا نقص، ولكن نحن نسعى الآن لتدارك هذا النقص في هذا الأسبوع الثاني يعني من العودة المدرسية. يعني العدد الكبير بصورة عامة معناها، ولكن هناك نقص الآن، هناك عمل على تلافيه. سيد وزير، هي الأسئلة كثيرة، لكن أعود مجددا إلى مشكلة المشاكل بالنسبة للأولياء، بالنسبة للأطراف التربوية، بالنسبة لعديد الشرائح الاجتماعية، مشكلة الزمن المدرسي، مشكلة ارتباك المواد، ارتباك البرامج. الزمن المدرسي معناها كي نجيو حجم الساعات اللي يدرسوها تلامذة الابتدائي معناها ثم أقسام فوق 30 ساعة يضاف لهم دروس التدارك 33 ساعة، معناها معلم يلزمه باش يكمل الساعات نتاعو، يلزمنا نزيدوه ساعة من نصف النهار الماضي ساعة، تلميذ في السنة ثالثة أو رابعة يقرأ من نصف النهار للستة، معناها كيفاش مش يكون مش يستوعب كيفاش مش. ثم ناخذ بعين الاعتبار ايضا حجم المواد اللي درسها، تربيه تكنولوجيه، تربيه تقنيه، تربيه تشكيليه. وسمعت بعض المعلمات كيفاش قالوا انه ما عرفناش شنو الداعي الى تدريس هذا الكم من المواد وعندها نفس الضوارب مع مواد اخرى. هذا موضوع عويص ويتطلب مراجعه، ولكن هذه المراجعه نفس الشيء لا تستطيع ان تتم في هذه الفتره الوجيزه. انا من الاشياء التي تبنيتها ولكن لم يسعفني الوقت لتنفيذها هو ان فكره جديده استوحيتها الواقع وبالاستشاره مع بعض المعلمين اصدقائي، منهم من درس بالقسم اكثر من 35 سنه وله خبره كبيره، هي فكره التلميذ بدون محفظه.
التلميذ بدون محفظة هو أن الولي بدلا ما أن ينفق على ابنه على طيلة السنة لأدوات المدرسية يتبرع بمبلغ واحد للمدرسة، والمدرسة هي التي تقتني لجميع التلاميذ، يصبح الكتاب مشترك والكراس خاصة بكل تلميذ، والتدريس الدرس لا يتم إلا في القسم مثل المجتمعات في أوروبا الشمالية، لا يوجد درس في البيت خارج القسم، لا يوجد درس خارج القسم، الدرس إلا في البيت. ونخفض، يقع التخفيض في الزمن المدرسي، ويقع إعادة تفكيك المواد المدرسية، ويقع إعطاء أولوية للمواد الأساسية المتعلقة باللغات والحسابيات، لأنه بالنسبة لي العملية التربوية تقوم على إتقان اللغة والحساب. إذا أتقن التلميذ اللغة والحساب، وأبدأ باللغة لأنه بدون لغة لا يمكن أن يتقن الحساب. ولا يمكن أن أعطي مثال، التلميذ الذي ينتقل الآن من التاسعة سنة التاسعة إلى الأولى ثانوي، ينتقل تدريس المواد العلمية والحسابيات من العربية الفرنسية، يجد صعوبة كبيرة. فعندما يتمكن من اللغات فإنه سيتمكن من الحسابيات. تعطى الأولوية للغات والحسابيات ولبعض المواد الأخرى التكميلية الإنسانية التي من وظيفتها تهذيب ذوق التلميذ وتنمية الحس الفني والوطني والنقدي والعلمي، وإعطاء وتدريس منظومة دينية معناها رحبة ومتسامحة، وتستطيع أن تمكن من تكوين ديني بمعرفة الأساسيات في الشأن الديني، ولا تنتج يعني أي شكل من أشكال يعني المغالاة والغلو أو التطرف أو غيره. هذا في الواقع كان جزء من برنامجي، لكن دائما نرجع إلى مربط الفرس، هو أن في حكومة انتقالية في 6 أو 7 أشهر ماذا نستطيع أن نفعل؟ من حيث المبدأ أنا متبني هذه الفكرة وأدافع عليها، وأريد أن أحمي جيب الولي من ناحية من كثرة الكتب، وأريد أن أحمي ظهر التلميذ من هذه المحفظة الثقيلة، وأريد أن أعيد للمسألة التربوية اعتبارها في أن المدرس يدرس أشياء ذات قيمة قليلة وذات قيمة أفضل من أشياء كثيرة ولا معنى لها وتذهب يعني في مهب الريح. معناه في نهاية المطاف هناك نواة لمشروع، هناك فكرة بطبيعة الحال. أنا صاحب مشروع، أنا في وزارة التربية، لم يأتي لوزارة التربية لأني مجرد تقني، وأنا على فكرة لا أؤمن بقضية التكنوقراط هذه وأعتبرها كذبة كبيرة. لا يستطيع أن يقوم بوظيفة سياسية إلا من له رؤية سياسية واضحة في الشأن الذي يشتغل فيه. إذا كان في التنمية يجب أن تكون هناك رؤية سياسية، إذا في الاقتصاد رؤية سياسية، إذا في الصناعة رؤية سياسية، إذا في التعليم العالي رؤية سياسية، إذا في التربية رؤية سياسية. والرؤية السياسية التي أتبناها هي رؤية سياسية إصلاحية وطنية تريد أن تنهض بالمشروع بالمدرسة من أجل أن تكون رافدا للمشروع الوطني الشامل المتمحور حول ذاته، غير التابع إلى الخارج، الذي يبني تنمية مستقلة واستقلال ذاتي مستقل وتقدم حقيقي في المجتمع الذي نعيشه. معنا لتوضيح هذه النقطة، وربما نأتي إلى هذا الجزء الأخير من هذا الحوار، أنه عندما نقول رؤية سياسية ليس بالمعنى الحزبي، لا، رؤية سياسية، رؤية سياسية غير حزبية، غير حزبية. يمكن أن تتبناها أحزاب، أما أنا متبناها كمستقل، ولكن لي رؤية سياسية وطنية. وهذا ما يطرح تقريبا مسألة حساسة اليوم نعيشها، هي علاقة المدرسة بالتسييس، أو علاقة المؤسسة التربوية بصفة عامة بالتسييس. هناك اليوم نوع من التسييس للمؤسسة التربوية، كيف لنا أن نواجهه؟ كيف لنا أن نحيد هذه المؤسسة عما يعتمل في الحياة الاجتماعية اليوم مثل هذه التجربات السياسية؟ شوف، أنا في هذا الموضوع كنت صارما منذ البداية، وطلبت عدم تسييس المؤسسة التربوية وعدم تحييدها. وآخر شيء في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أصدرنا في وزارة التربية مذكرة للسادة المندوبين الجهويين والمديرين المدارس المؤسسة التربوية بصورة عامة، عنوانها معناها تحييد المؤسسة التربوية عن التجاذبات الإيديولوجية والحزبية والسياسية والعقائدية. وذهبت هذه المذكرة، وطلبنا من الجميع عدم تسييس المؤسسات التربوية. المؤسسات التربوية هي مؤسسات مجعولة لتلقين العلوم والمعارف والقيم، ليس من وظيفتها التسييس. ونحن لدينا آلاف الجمعيات التي طلبت بعدها عقد اتفاقية مع وزارة التربية
من أجل أن تنشط في الفضاء التربوي، ورفضنا ولم نرخص إلا لمئة جمعية تقريبا، وهذه المئة جمعية لها طبيعة تربوية، وحتى نشاطاتها التي تقوم بها يجب أن تقدم برامجها مسبقا إلى وزارة التربية وإلى المندوبيات الجهوية. أنا شخصيا ضد تسييس المؤسسات التربوية، وأرفض أن تكون المؤسسات التربوية يقع توظيفها في المشهد السياسي العام في التجاذبات السياسية. نحن مجتمع يتعلم الديمقراطية ولكنه لم يصل إلى أن يمارسها بطريقة سليمة إلى حد الآن، وما زالت المصلحة الحزبية ترتقي على المسألة الوطنية عند الأفراد في وعيهم وفي سلوكهم اليومي، وما زالوا يبجلون الحزبي والإيديولوجي والعقائدي على الوطني، وبالتالي نحن في مرحلة يجب أن نحمي المؤسسة التربوية، ولن نكون متسامحين في ترك الحبل معناها للذين يريدون تسييس المؤسسة التربوية. سنتعامل بصرامة، لدينا قوانين تربوية تحول، لدينا مجالس تأديب، لدينا إجراءات تأديبية، وهناك كذلك يعني المنظومة الزجرية للدولة، هناك القضاء، هناك كذا. لن نتسامح في التعامل في تسييس المؤسسة التربوية وتوظيفها حزبيا. سيد وزير التربية، صوت المربي، نريد أن نسمع صوت المربي، كيف لنا أن نواجه مثل هذا الانحراف عن المسار التربوي السليم والذي يفضي بنا إلى تسييس المؤسسة التربوية والخروج عن الهدف المقصود منها؟ شوف، من حق المربي أن يمارس السياسة، ونحن نعرف أن قطاعات التدريس هي أكبر القطاعات تسييسا، وأكبر القطاعات أدلجة، وأكبر القطاعات فيها المنظومات الفكرية والعقائدية وغيرها. ونحن نعرف أن قطاعات التدريس معناها هؤلاء كلهم خريجي الحركات الطلابية بأزمناتها المختلفة، وكلها عاشت فترات درجات عليا من التسييس في فترات مختلفة. لا أحد اليوم يمكن أن يمنع المدرس حقه في أن يكون متسيسا وأن يمارس نشاط سياسي، ولكن أنا أقول أن النشاط السياسي يمارس في الأحزاب، والأحزاب يمكن أن تمارس، يكون لها برامج وأفكار وتكون لها حملات انتخابية، وأن تشارك في الانتخابات، وأن تصل للسلطة، وأن تنفذ برامجها بما في ذلك في المنظومة التربوية. لكن أن ندخل ونقحم التلاميذ والفضاء التربوي في صراعات سياسية وتجاذبات سياسية ودعاية سياسية داخل الفضاء التربوي، هذا أعتبره ممنوعا قانونا وأخلاقا، وحتى من الناحية الإنسانية أعتبره ممنوعا. هو إدخال التلاميذ لمتاهات ليست لهم بها علاقة. من الضروري أن ننأى بأبنائنا، هؤلاء أبنائنا جميعا، ومن حقي أنا أن أحمي التلميذ من كل أشكال التطرف لكي لا يتحول إلى مادة معناها سهلة الابتلاع في الجبهات القتال في سوريا أو في غيرها من الجبهات، أو إلى مادة سهلة الابتلاع في الشعامبي، أو إلى مادة سهلة الابتلاع في الهجرة السرية أو في الحرقة أو في معناها التنظيمات المنحرفة والعصابات. في نفس الوقت أحميه من جميع أنواع التسييس لكي لا يكون لقمة سائغة لهذا أو ذاك لكي يؤثر به ويستعمله. الأحزاب لها منظمات شبابية، يمكن للتلاميذ في سن متقدمة يعني في سن البكالوريا أو بالنسبة للطلبة أو غيرهم لها وعي معين أن يمارسوا النشاط السياسي في منظماتهم الحزبية في الخارج في الفضاء العام، لكن داخل الفضاء التربوي أعتبر أن هذا ممنوع، وهذا اعتداء على طفولة التلاميذ قبل أن تكتمل هذه الطفولة. إذن سيد الوزير، آخر سؤال هو في واقع الأمر سؤال تقني، والكثير يريد أن يعرف على الأقل الحد أن من المعلومة بالنسبة إليه مسألة 25%. هناك من قال أنها سوف تحذف ابتداء من هذه السنة، هناك من قال أنها عملية مؤجلة، وربما قد يكون الأمر مرتبط كما ذكرت منذ قليل باختيار حكومي، اختيار سياسي إلى غير ذلك. بالنسبة لل 25%، أنا شخصيا كان جزء من برنامج التفكير في تغييرها لما جئت إلى الوزارة، ولكن هذه الفكرة هي كانت معناها هي إلغاء 25% على 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 مراحل، ولكن يجب أن نعلن للتلاميذ والأولياء أنه مثلا في سنة 2016 أو في 2017 سنبدأ في هذا الإجراء. نحن لم نتخذ هذا القرار، وهذا قرار سياسي بامتياز ويعود إلى الحكومة برمتها، وأنا قدمت استقالتي ولم أتخذ هذا القرار ولم أناقشه
مع الحكومة، وبناء على ذلك نعتبر أن 25% ما زالت باقية بالنسبة لهذه السنة. اللهم إذا جاءت حكومة أخرى بعد التوافقات وغيرها وأخذت قرار آخر، لا أدري ماذا ستكون الأوضاع، ولكن إلى حدود وجودي أنا في وزارة التربية لم نتخذ قرار في إلغاء 25% في امتحان البكالوريا، ولا تزال هذه النسبة قائمة، ولم نتخذ أي إجراء في هذا الغرض. وهذا سيكون جزء من مناقشة الشأن التربوي الوطني في الحكومة القادمة، أو لربما حتى في هذه الحكومة إذا استمرت على الأقل بالنسبة لي من ناحية السياسية. أنا مستقيل ولا أستطيع مناقشة هذه المسألة مع الحكومة. لكن هنا مع ذلك للتدقيق فحسب، أنه لا ننتظر حث للتمتع ب 25% في مناظرة امتحان البكالوريا من هنا إلى سنوات، إلى أن يقع إقرار ذلك على مدى بعيد. في الفلسفة التربوية التي أتبناها أنا يجب أن نعلم الأولياء. أنا مثلا التلميذ الذي سيدخل البكالوريا يدرس الآن مثلا أولى ثانوي، بعد 4 سنوات سيكون في السابعة، يعني في الرابعة ثانوي، السابعة البكالوريا في النظام القديم. يجب أن يكون على علم بأن تلك المسألة ستتغير على بعد 4 سنوات منذ دخوله للتعليم الثانوي. هذا في رؤيتي الخاصة أنا، ولكن بالنسبة لي لم نتخذ إجراء، و 25% ما زالت قائمة، ولا ربما تأتي حكومة أخرى تتخذ هذا الإجراء. بالنسبة إلى هذه الحكومة وبالنسبة لي كوزير مستقيل لم أتخذ إجراء، وال 25% هذه السنة أعتبرها ما زالت قائمة. ليس هناك تغيير في جميع المناظرات الوطنية، ليس لا يوجد نفيام والسيزيام والبكالوريا، لا يوجد أي تغيير يوجد على الأقل بالنسبة إلى هذه السنة. بالنسبة لي لا يوجد أي تغيير إلى حد هذه السنة، وإذا كان هناك تغيير سيتخذ يجب أن يعلم به الرأي العام قبل ذلك بسنوات، بسنتين 3 سنوات على الأقل. نعم. إذن نشكرك سيد الوزير، نترك لك فقط كلمة الختام تتوجه بها إلى الرأي العام التربوي بصفة خاصة. ما أريد أن أقوله للرأي العام بصورة عامة، والرأي العام كله في تونس هو رأي عام تربوي، الذي يدرس والذي له تلميذ يدرس هو كله رأي عام تربوي. نقول له أنا اشتغلت في هذه الوزارة لمدة 6 أشهر، اشتغلت من منطلق أنني جزء من المنظومة التربوية، وأنني أدافع لهذه المنظومة التربوية، وأن هناك مكاسب قد تحققت في هذه الفترة الوجيزة، وهناك مكاسب أخرى يمكن أن تتحقق في المستقبل ويمكن أن تنهض بالمنظومة التربوية. وهذا لا يمكن أن يتم إلا على أرضية واحدة، هو أن المنظومة التربوية مسألة وطنية صرفة، مسألة وطنية محضة. لا يمكن أن ننظر إلى المسألة التربوية على أساس أنها غنيمة أو ريعة أو تحقيق مصالح أو تحقيق مآرب، سواء مادية أو حتى في مستوى الجانب الوظائف أو في مستوى تحقيق انتصارات أيديولوجية أو سياسية. إذا نظرنا إلى المنظومة التربوية بهذا المنظار فذاك هو سبب المأزق وتلك الكارثة بالنسبة للمنظومة التربوية. المنظومة التربوية هي مسألة وطنية، وابن اليساري وابن اليميني وابن الإسلامي وابن القومي وابن الماركسي وابن رأس المال صاحب رأس المال وابن العامل وابن الفلاح وابن المربي وابن كلهم يدرسون في المنظومة التربوية. وعلى فكرة منظومة التعليم الخاص معناها تعتبر منظومة صغيرة جدا مقارنة بالمنظومة. نحن لدينا 2 مليون تلميذ يدرسون في المدرسة العمومية، وعدد الذين يدرسون في المدارس الخاصة لا يتجاوز من 30 إلى 20 ألف تقريبا، يعني عددهم قليل جدا. المسألة التربوية هي مسألة وطنية، هي مصلحتنا جميعا، نهوضنا جميعا كمجتمع، نهوضنا جميعا كدولة، نهوضنا جميعا كمنظومة ثقافية، كمنظومة حضارية، كأمة عربية وكمجتمع عربي. لا يمكن أن تنهض بدون النهوض بالمنظومة التربوية. ولذلك أدعوكم جميعا إلى الأولياء، إلى الرأي العام، أن تحرصوا على النأي بالمنظومة التربوية عن التجاذبات مهما كان نوعها. ومن يريد أن يحقق غنيمة أو مكسب أو مأرب خاص لصالح الخاص فليبحث في مكان آخر، وليترك المسألة التربوية للذين يريدون أن ينهضون أن ينهضوا بها وأن يرتقوا بها إلى مراتب المجتمعات المتقدمة، لأنها هي الآن تصنف في مراتب ليست بالجيدة إذا لم تكن بالسيئة. هذا تقريبا ما أريد قوله. إذن نشكرك سيد الوزير. شكرا.
شكرا على هذه الاستضافة معناها اللطيفة التي فتحت لنا النافذة مع الرأي العام، وفرتها لنا قناة القلم كما كانت في مناسبة سابقة أيضا. مع الشكر. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي إلى ختيمة هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه مع السيد وزير التربية الدكتور سالم الأبيض. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.